فقرة يا هلا بالضيف. طبعا اليوم موضوع الجمال صار ما يقتصر على سن معين، صار يختلف بين يعني الحاضر وايضا الماضي، وانتشار الجمال حاليا بيصير باتساع اكثر، ودا نشوف ما شاء الله يعني اقبال يعني كبير من قبل النساء على مستحضرات التجميل، وايضا التجميل الخاصه اللي تجي بين فترة وأخرى، تطورات من ناحية التجميل الجراحي وأيضا حتى الفلل وحتى البوتوكس. طبعا يا رأيت اليوم في ظل وجود الشركات العالمية والمناشة العالمية اللي بدها تدخل حتى للعراق، وأيضا ظهور النوعيات الجيدة من مواد الحقن سواء الميك اب ومواد الحقن اللي أقصد بها هي الفلل والبوتوكس والخيوط الذهبية وما شابه ذلك، كل العمليات اللي هي تعتبر اللا جراحية. نتحدث اليوم أنه إحنا عن فئة النساء وفئة الرجال، كلا الجنسين هم يهتمون بمعالم الجمال وأيضا اختيار تفاصيل مهمة لأبرز معالم الجمال تحديدا. اليوم إحنا راح نتحدث عن التقنيات اللي كل سيدة ممكن أن تستخدمها حتى تبين ملامح وجهها. ماكو أي امرأة قبيحة، لكن القبح هو يكون في داخل الإنسان وبالتالي يظهر على وجهه. صحيح. لكن أكو بعض السيدات ما يعرفون كيف يرتبون نفسهم أو برزون جمالهم، هنا راح نقع أخطاء وضحية استخدام الفلر والبوتوكس وحقنا بطريقة ممكن تظهر لنا حتى الميك اب من زهراء. الاثنين أكو يعني بعض السيدات إنه يخلون ميك اب ما يلوق لي يعني بشرتها او ميلوق على تفاصيل وجهها، وخصوصا احنا نلاحظ بالاونه الاخيره اليوم صارت مواقع التواصل بها كثيره من الدورات التعليميه الخاصه بتعليم الميك اب، وصرنا نعتمد الميك اب السمبل اللي هو يكون بسيط. لكن احنا راح نتناقش كل هذه التفاصيل مع خبيره التجميل حنين اللي نورتنا بداخل الاستوديو. حياك الله، كل عام وانت بالف خير. وانت بالف خير، كل عام وانت خير وعيد سعيد عليكم يا رب. صحة وعافية إن شاء الله. عليكم بالصحة والعافية. حياة الله. أهلا بحنين. نعم. نورتينا لهذا اليوم. سعيدين أكيد بلقائك. حنين، خلينا نتحدث بداية عن مدى مقبولية السيدات قبل العيد وتحضيراتهم لاستقبال العيد، عن التغييرات، ممكن تغير لون الشعر، اللي تحب تحقن وجهها، فكيف اليوم تشوفين المقبولية عند المرأة العراقية في الوقت الحالي وخاصة قبل العيد؟ هو يعني اللي احنا متعودين عليه من سنين امهاتنا، ومن كنا صغار نشوف انه امهاتنا قبل العيد يبدون يغيرون، يبدون يروحون المراكز، يلتجئون مراكز التجميل للصالونات، وين كانت الامكانيات قبل مو مثل هسه امكانيات التجميل، بس هم كان اكو اقبال شديد يصير قبل العيد انه يبدون يعدلون على شكلهم ويسوون تغييرات. يقول لك الحلاق بيوم العيد، الحلاق هم الصالون بهذه الايام، يعني الدخل يفول. نعم. شوف بالسابق كانوا مجرد انه يسبون شعرهم يغيرون اللون، او مجرد انه تحديد الحواجب عن طريق الخيط او هذه التفاصيل، لكن اليوم صار يمكن موضوع الاظافر، تغيير الشعر، تغيير حتى ملامح الوجه. يعني برايك شنو السبب؟ يعني هي كل مرحله زمنيه لها جمال معين، يعني الجمال، ملامح الجمال أو مقاييس الجمال سابقاً يعني العشرينات، الأربعينات، السبعينات تختلف عن الألفينات، يعني كل حقبة زمنية لها فد شكل أو ملامح جمال أو موديل شكل معين. حلو. فتشوفين العشرينات تختلف عن الاربعينات. مضبوط. وهسه يعني صار اليوم ام الاربعين نشوفها 10 عبالك عمرها 20 سنه. صحيح. نعم. اي هذا كله تطور، وخصوصا هسه احنا بزمن السوشيال ميديا تحكمنا، وصار يعني التطور دخل على التجميل. صرنا نتاثر بالغرب بطريقه اسرع، وصارت الموديلات والابديت اللي يدخل على التجميل يوصلنا بطريقه اسرع. فيعني هذا كله تطور غير انه صار هسه عندنا الانفلونسر، صار يعني الكل اللي يتابعهم اذا سووا شيء، البلوغرات، الفاشينيستات، كلهم الكل يتابعهم اذا سووا شيء فلازم الكل انه يسوي. صح. هذا كله له تاثير. مضبوط. حلو. طيب حنا ذكرتي نقطه كلش حلوه، قلتي اليوم احنا في ظل وجود البلوغرات اللي موجودين عندنا وحتى الاعلاميين والوجوه اللي معروفه، عاده لما يقومون ببعض التغييرات نشوف هوايه يحبون يقلدون. احنا نخلي نتوقف عند مبدا التقليد،
مو كل شخص يرهم له موديل معين. مثلا أنا ممكن اليوم قصة شعر رائدة ما راح تلوق الزهرة، وقصة شعر زهرة ما راح تلوق الرائدة، وحتى طبيعة المكياج. هنا كيف واجب خبير التجميل أنه ينبه الزبون شنو الأشياء والتكنيك اللي يحتاج لحتى يظهر بطريقة رائعة؟ هو صحيح مو كل شيء يرهم على كل الأشخاص. نعم. يعني كل شخص لازم يعرف أنه يتعامل ويا شكله بالطريقة اللي يتلوق له. حتى التجميل إذا عبر حد معين راح يكون يعني تقبيح. صح. فكل شيء هذا يرجع إلى خبير التجميل. يعني قبل كل شيء إحنا نعتمد الفحص المبدئي. نشوف شنو اللي ممكن يرهم. أكو بيشنت يجيج هو حاط بباله فشكل معين، ممكن هذا الشكل ما يرهم على ملامحه أو ما يتلائم ويا ملامحه. إحنا بدورنا ننصحه أو نقول له فلان شغلة ترهم لك، فلان شغلة ممكن تلوق على شكلك أكثر، بس ما تقدرين تفرضين عليه. وعموما هسه الناس يعني بدت يعني صار عندها انفتاح، بدت تتابع وتشوف التجميل، بدت تعرف شنو اللي يرهم لها وشنو اللي يلوق لها اكثر. فبداوا يعرفون يتعاملون ويا شكلهم. ممكن قلت انه نتابع احنا البلوجرات او بس ما يعجبني اني اقلد كل شكلها. تعجبني مثلا اسوي نفس شفتها، يعجبني اسوي نفس الوجنات، بس ما يعجبني اسوي كوبي بيست نفس نعم. شكلها بالضبط. نعم. لانه بالاخير هي ملامحها شيء واني ملامحي شيء. مضبوط. لازم مو شرط او ضروري انه الشيء اللي يرهم لها ممكن يرهم لي. نعم طبعا اكيد. بعدنا بالحديث عن الجمال بين الماضي وايضا حتى الحاضر. طبعا عندنا ريبورتاج، خلينا نشاهد هذا الريبورتاج ومن بعدها راجعين نتحدث. الجمال مقاييس متعددة، فالأساليب مختلفة. المرأة العراقية متجددة الجمال منذ القدم، ولأيام العيد أجواء خاصة تظهر النساء جمالهن وزينتهن. معايير الجمال اليوم هي نفس معايير الجمال في الماضي، فبالأمس كانت تكتحل النسوة وتبرز عيونهن بالسواد وتشم على وجهها وكفيها وشما بسيطا، كان يعرف سابقا بالدق للوشم. سيدات مختصات يزورن المنطقة ويتجولن بها ويقمن بوشم النساء ليزيد جمالهن ويصبحن ذوات رونق وجاذبية. في الماضي كانت أدوات الزينة للمرأة في متناول يدها. الطبيعة هي علبة مكياجها، ومنها نبات الديرم تخلق الحمرة لشفتيها، ومن أوراق شجرة الحناء تصنع زينة ليدها ورجليها وصبغة لشعرها، ومن الكحل زينة لعينيها، ومن السدر وماء الورد والعود والعنبر عطرا طيبا لجسدها وملابسها، والهيل لتعطير الفم. والطين خاوة هو نوع من أنواع الطين رمادي اللون مائلا للإخضرار، تستخدمه النساء لغسل الشعر، وهو ما يعادل الشامبو في أيامنا هذه، ويعتبرونه معالجا لحكة الرأس، فهو بارد ومغذن. والشنان مادة ترابية تذوب بالماء ويغسل بها الجسم لكونها تمنع البثور والحكة وتفتح المسامات، وتستخدم أيضا في غسل الملابس. هكذا كانت جداتنا وأمهاتنا يطوعن الطبيعة لتبرز جمالهن الرباني الطبيعي. أما اليوم فالمرأة اكتشفت الكنز، مساحيق التجميل أشبه بصندوق العجائب. فعندما تدخل المرأة وجهها في هذا الصندوق ومن ثم ترفع رأسها وتنظر في المرآة، سترى نفسها قد تغيرت. فقبل أن تدخل رأسها كانت سمراء،
فأصبحت بيضاء، دخلت بعيون سوداء صغيرة فخرجت بعيون خضر كبيرة، دخلت بشفاه صغيرة فخرجت بشفاه ممتلئة، دخلت صفية البشرة دون علامات مميزة فخرجت بشامة سوداء تزين شفتيها العليا. ومن هذا الصندوق أصبحت النساء يخلقن زينتهن بطريقتهن الخاصة، بل يبدو أن المرأة وجدت ضالتها في صالونات التجميل لراحتها ومساعدتها على الظهور بأجمل حلة. مشاهدينا الأكارم، رجعنا لكم بعد ما تابعنا هذا التقرير وأيضا طرق استخدام لمواد التجميل كيفية تختلف ما بين الماضي والحاضر. لربما في ظل التطور والعولمة واستخدام مواد تجميل من أفضل المناشئ والماركات، لكن بعض الأحيان نلتجئ إلى الأشياء القديمة لقيمتها وفوائدها الجيدة لنظارة البشرة وحتى للشعر. وهنا نتوقف عند الشعر وهي استخدام الصبغات ومدى أضرارها عن الشعر، وكيف سابقا كانوا يستخدمون ألوان الحنة. مضبوط، يعني الحنة لما نسويها فيها ألوان مختلفة، الحنة الطيخة، وطبعا أكيد حنين راح تبارلينا بهذا الموضوع. شنو رأيك بالمستحضرات القديمة؟ تشوفين حاليا يعني أكو قبالة من الناس عليها لو راحت النست؟ هو أكيد اللي يريد يعني الطرق القديمة أو يستخدم الحنة ما راح يلتجئ لمركز التجميل، يعني صحيح، لأن هاي الشغلات ما يستعملوها بمراكز التجميل. بس هسه يعني إحنا دا نقول إنه الصبغات تتعب الشعر، السحب يتعب الشعر، السشوار المتكرر، المسرحات، هاي كلها مؤذية للشعر، خصوصا إحنا مقبلين فصل الصيف، وفصل الصيف يعني ما نقدر إحنا سشوار يومية. مضبوط، لأنه يعني الحرارة الجو كافية، الله يساعدنا إحنا يومية طبعا حرارة الجو كافية إنه تأذي الشعر، وراح نرجع إحنا نأذي. فأكو دخلت مواد يعني طبيعية، عندنا يعني المعالجات اللي هي الكافيار، الأولوبليكس وغيرها من المعالجات اللي تكون طبيعية ومو مسرحة، تعالج فقط الشعر من التلف، من التكسر، الخشونة اللي تكون بالشعر، بس ما تسرح نهائيا. أما باقي المعالجات اللي هي تكون بها حرارة، بها كاوية نستخدمها، تسرح الشعر، بس بالنتيجة هي تأذي لأنه مواد كيميائية، مواد مؤذية. المعالجات تكون موادها طبيعية 100%، فتعالج الشعر من التلف بس ما تسرحها وما تأذي. حلو، زين. طبيعة المسرحات اليوم لبعض السيدات اللي يلتجؤون منها، شنو الأفضل؟ أكو قلتين اليوم اللي يستخدمون بها الكاوية. أي أوكي، زين. قبل فترة يعني إحنا شفنا كان أكو مقبولية كلش كبيرة عند هذه المسرحات ونستخدم بها الكاوية. أنا واحدة من الناس اللي مجربة هذه العملية، لكن بعد مدة شفت إنه شعري بدأ يتقصف من منتصف الشعراية وبدأ يتساقط. هنا شنو الأشياء البديلة اللي نستخدمها غير المسرح العادي اللي أنتي قلتي إنه هو ما يسرح، لكن بعض السيدات شعرهم يكون كلش عكش ويحتاج إنه يسرحه؟ هو يعني لحد الآن ماكو مسرح ما يأذي الشعر. يعني كل المسرحات إنه تأذي الشعر هذا. أي. بس المعالجات ممكن ترجع الشعر الطبيعي، يعني ما تسرحه وإنما ترجع لطبيعته قبل التلف. يعني تعالج التلف. حلو. وتنطي لمعة، تنطي نعومة، بس ما تسرح. يعني إذا أول تجربة له هذا يحتاج إلى أكثر من مرة تعتمده حتى تصل. هو يكون على شكل جلسات. أكيد. حلو. يعني وحسب حالة التلف اللي بالشعر نحدد إحنا عدد الجلسات. نعم طبعا، مواضيع الجمال والتجميل يعني على الأقل يحتاج لنا حلقة كاملة حتى نتناقش بيها كل الشغلات الخاصة بالشعر وأيضا البشرة والميك اب وصبغات الشعر. طبعا أنا راح أغير شعري إن شاء الله. شجعتها أنا جدا. طبعا ما أعرف إذا كان عندي سؤال أخير. بالضبط، خلي يعني قبل ما نختم الحلقة، عادة ما نستخدم إحنا المكياج خاصة يومية، شنو الأشياء اللي تنصحينا كسيدات وخاصة بالنسبة للموظفات، طبيعة المواد اللي ممكن نستخدمها لكن تكون خفيفة، وكيف نداري بشرتنا بنفس الوقت؟
المواد اللي تكون خفيفة اللي هي مو الفول كفر، يعني الفونديشن ما يكون فول كفر، خصوصا المكياج اليومي. اكو ناس عندها دوام فتعتمد المكياج اللي يكون ثقيل جدا، وخصوصا هذا فصل الصيف يكون كلش مؤذي. صح. حاليا اكثر البنات بدأت تلتجئ للتنت، البودر خفيف، مكياج سيمبل جدا. حلو. وهو هذا اللي يكون مو مؤذي للبشره، يعني هو ماكو مكياج مو مؤذي، هو كله مؤذي، بس صح. بالاخير الاشياء الخفيفه او اللي تكون مثلا التغطيه مالتها متوسطه او تغطيه خفيفه، هاي مو كلش مؤذيه. غير هيجي اكو الاشياء اللي تسبق وضع المكياج اللي هي البرايمر، وبعد الواقع الشمس وهالتفاصيل المرطب، هاي زين. كلها يعني ممكن تقلل من خطورة الأذية اللي ممكن يسببها. نعم. المكياج خصوصا ما شاء الله احنا يعني جونا الحرارة يعني جدا مرتفعة، لكن احنا بالتالي اليوم نقدم هذه النصائح وكل الأشياء اللي ممكن اليوم السيدة تستفاد من عندها كمواضيع تخص الجمال. طبعا حنين، كلمة حابة تقدميها لكل السيدات، نصيحة؟ نصيحة أول شيء أنا يعني الله جميل ويحب الجمال. مضبوط. وما أنصح أي امرأة كانت أنه تهمل شكلها. مضبوط. أو تهمل نفسها. اهتموا بنفسكم وحبوا نفسكم، وماكو امرأة قبيحة بالدنيا. صح. كل السيدات جميلات. وما خلق القبح أبدا للمرأة. كل وحدة جميلة بطريقتها الخاصة. صحيح. نعم. بس أهم شيء أنه إحنا نعرف نتعامل ويا شكلنا، ونعرف شنو اللي يلوقنا وشنو اللي يرهم على شكلنا. حلو. شكرا لتواجدك ويانا اليوم. شكرا حليم. واتمنى لك عيد اضحى مبارك يا رب، وان شاء الله لنا زياره لكم حتى شوي نسوي نيو لوك. نعم طبعا. اكيد مشاهدينا نروح لفاصل قصير وبعدها راجعين.